смирно при встрече с противником действовать согласно ранее данных указаний. خلينا عدش ما يتبين معلم او دش كيف كيف القاعدة وين وضحها هاي المدرسة هاي البيت الطابقين ممكن يأثر على أي عنصر موجود ورا لمسافة 5 ماسة أجنيميوتا 11 كيلوغرام الوزن 11 كيلو происходит резкое сжатие и резкое разжатие для штурма объектов а также для уничтожения пещер لا تعمل شيء ولا أقول لك هلا بتعرف ثواني اقول لك لا تشتغل شغل بالعمل ماشي لاجوك بديني كراسني لا لا اضغطوا على مهلك نزلته فيها لا طقه خلص طق بعدين ايوه هلا ما بتحط الاصبعك هيك بتخليها هيك بس قلنا لك نار بس كنت مجهز على الهدف على راحتك وارمي على راحتك على الهدف Далее пистолет на рукоятку в исходное положение, прицельную планку поднимаем вверх и выставляем расстояние. Дергается чека, происходит воспламенение.